الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
ثم أما بعد إخوة الإسلام dear respected brothers and sisters in Islam في سلسلة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بالدعاء لمصر وأهلها لمصر وأهلها فإن كل القوى المعتدية قد اجتمعت لإفشال الإسلام في مصر. At the start of today's khutbah, which is one of the series of defending Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, I start this khutbah with dua for Egypt and the Egyptian Muslim people for Allah to help and the stretched hand of mercy. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم رب العرش الكريم القوي المانع القاهر الجبار المنتقم المنتصر أسأل الله العظيم الرحمن الرحيم التواب الكريم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب محمد صلى الله عليه وسلم أن ينصر الإسلام في مصر. اللهم انصر الإسلام في مصر. اللهم انصر الإسلام في مصر. اللهم انصر الإسلام في مصر وفي كل بلاد المسلمين. اللهم اجعل ورد كيد الكائدين في نحورهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ اللهم بك في نحورهم. ثم أبعد. كنا نتكلم في الخطبة الماضية عن فضل الوالدين. وعما قد يكون سببا في هلاك العبد المسلم إذا فرط في حقوق الوالدين. The subject of the last khutbah still continues about the rights of the parents in Quran and Sunnah. And if you disregard that right, it could be enough reason for you to lose success in dunya and to be from among losers in akhirah. قال الله عز وجل في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Almighty Allah says in the Quran in Surah Al-Isra, that those who keep asking Allah or who are urging themselves to expedite their reward in dunya, Allah will expedite the reward for them in dunya and nothing will be for them in akhirah, in the hereafter. And those who will beg Allah and pray to Him and invoke to Him to expedite whatever is good for them in dunya and to maintain for them in the hereafter the best of rewards, Allah is thankful for their understanding about the dunya and the akhirah. وأنت أخي المسلم إن كنت متعجلا لسعة الأمر عليك في الدنيا فتضحي بأبيك وأمك وقد تضحي بأولادك ولكن ليس هذا معرضنا الآن. ف
فأنت إن كنت تريد سعة الدنيا فتضيق على والديك، فأبشر بالضيق في الدنيا وإن كان ضيق الصدر، ولن يكون لك في الآخرة من أجل. My dear respected brother, my respected sister in Islam, if you are from among those who wants to fear the less, not to put, to put too much pressure on themselves, and they sacrifice their parents and their, the rights of the parents to reach their goals, to maximize their benefits. Because the parents, one of them or both of them, they become very old, they become too much a problem, they become pinned on the neck, so they want to sacrifice them, to have relaxation in dunya. And on the other hand, to please the wife. Because the wife said, either me or your parents. So he rather to keep the wife's proposal, and he is ready to sacrifice his parents. Those people, the first part of the Quran which I recited earlier, will be applicable on them, unless they repent and try to do any good before the life of the parents will be terminated, or life of one of them, or the life of you yourself, if you are one of them. وَأَمَّا الَّذِي يَكُونُ مُسْلِمًا مُتَوَازِنًا فَيَسْعَى لِإِرْضَاءِ وَالِدَيْهِ بِمَا لَا يَتَعَارَضُ مَعَ كِتَابِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَا سُنَّةِ خَيْرِ الْمُرْسَلِينَ فَأَرْجُو مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أن يكون له معينا فيوازن بين حق الوالدين وحق الزوجة التي أخطأ في اختيارها ابتداء، أو التي أحسنت اختيارها ابتداء ثم انكفأت على عقبيها، ثم ارتدت على عقبيها وأحبت الدنيا وضغطت الجهاد مع زوجها. فإن كنت متوازنا كان ذلك خير لك. قد تعاني من كثرة الضغوط عليك، أنت لا تريد إغضاب الوالدين ولا تريد أن تضيع حقيهما عليك، وفي نفس الوقت أنت ترجو من الله بقاء الزوجة إن كانت صالحة أو إن كانت غير ذلك، ترجو أن تجعل بيتك متماسكا لأن هناك عيال. The other group, which they try to be a fair people, fair person, between the rights of his parents and the rights of his family, including his wife, whether the wife was good wife or righteous wife or bad wife, he cannot compromise his family. It is not that easy. And I want the parents to understand that. Once there will be some children in the middle of the playground, you cannot easily ask your son or your daughter to collapse their family. And the situation of the daughter of you as a parent is weaker than the situation of your son. وإن حالك إن كنت أحد الوالديك المظلومين، إن كنت أحد منهم، أحد الوالديك المظلومين، فأرجو أن تفهم أنهم ليس معنى أنك مظلوم ما دام قد أصبح على الأرض الواقع عيال جدد يرجون رحمة الله ويرجون العيش المستقر ويرجون البعد عن الخلاف أو دفع ثمن الخلاف، فأرجو أن تكون ممن يتوازن،
فلا تضيع حق الوالدين كما أمرك الله ورسوله، ولا تكون متجنيا على الزوجة الصالحة الصابرة التي تريد الجهاد معك، وتحاول أن ترضيك في والديك، فلا تكون ظالما لها وتتصور أنك تزوجتها لتكون خادمة. اكرم أيها العبد الصالح، أنت تزوجت لتنشئ أسرة مسلمة، أنت لم تتزوج ليكون عندك أمة تسومها سوء العذاب وتضعها خادمة تحت قدمي والديك. إن كان لابد أن يكون هناك خادمة، أن يكون هناك خادمة، فلتكن أنت أو تكن إحدى إخوتك، لكن لا تكون الزوجة. ولكن إن رضيت الزوجة فاقبل منها ما تستطيع، ولا تكلف ما لا تطيق، لا تكلف الزوجة ما لا تطيق، فتخرج من طوعك ثم تشتتها لأنك تظن أنها زوجة عاق. لابد أن تفهم وأن تكون إنسانا متوازيا بين الحق والباطل، بين أن تقيم واجبات القرآن وبين أن تضيع الزوجة الصادقة المحتسبة معك التي تريد إرضاءك فتخدم أبويك، هي تخدم أبويك، ولكن أنت لا تكتفي وتريد أن تجعل منها خادمة أبدا آبدين. ارحم ضعفها إن مرضت، إن تعبت، إن ثقلت بحمل أو نحو ذلك، ارحمها يا عبد الله، كن رحيما، الراحمون يرحمهم الرحمن. وأبعد الناس من الله منازل يوم القيامة، أو من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أصحاب القلب القاس. فإن كنت رحيما مع والديك لحقهما عليك هذا جميل وجزاك الله خيرا، ولكن لا تنسى أنك تزوجت هذه المرأة ليكون بينكم مودة ورحمة، لا تكون عبودية وسخرة. لا قال لهذا أحد. أرجو أن تكون متوازنا، أنت شاب مملوء بحب الدين فتريد أن تطأ بقدميك كل عالم حتى تصل إلى إرضاء الله، جميل، ولكنك تفتقر إلى أن تكون متوازنا. التوازن لا بد له لاستمرار حياتك، فترضي الوالدين وترضي الزوجة بما لا يتعارض مع القرآن. وإن كان لأحد أن يتعب تعبا إضافيا فليكن أنت. ووضع الرجل في الأسرة مع الوالدين وزوجته غير وضع المرأة مع الوالدين وزوجها، لأن أولى الناس بالحق عليها زوجها. ثم يأتي بعد ذلك والديها بالحسنى من غير تفريط في حق الزوج. لذلك أرجو من كل مسلم أن يعلم ما أقول أو ما قلت، وأن تكون متوازيا أخي المسلم. وأنت أيتها المسلمة إن استطعت أن تخلقي توازنا فاخلقيه، فترضي زوجك أولا وتستميلي قلبه بودك وبمعاملتك الطيبة وبلسانك الصائب الرقيق في الكلام معه ومع والديه فتكسبيه. فإن أردت مد يد العون لوالديك لا يمنعك رجل ذو مرؤة أبدا، لا يمنع المرأة من خدمة والديها
زوج مسلم موحد ذو مروءة لا يمكن، حتى وإن فرط في بعض حقوقه الشخصية. أما أن تكون الزوجة من الذين يهملون بيتها وتهمل أولادها وتهمل حق الزوج، أو قد تكون أصلا تهمل حق الرأس، فهذه لا تستطيع أن تكسب ود زوجها ولا تستطيع أن تصل إلى بر والديها، لأنها ارتكبت جرم حقوق الله ورسوله، ثم بعد ذلك تريد كل الدنيا. فأسأل الله لي ولكم ولكل المسلمين رجالا ونساء الصلاح. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. The Muslim son or Muslim daughter, after they form their own families, they still have responsibility towards the parents. But the responsibility towards the parents from the son wife or from the son behavior is easier than that the same one from the daughter behavior. The daughter belongs now to another man, and that other man, whether he was righteous or wicked, he still has the top priority from the wife's life. She has to satisfy their duty towards the husband first, and then to try to invest some time to please the parents, especially if they live with her, or especially if no one is looking after them and none is left from the family except that wife or that daughter. And I don't understand that a Muslim, a righteous Muslim, a Muslim who knows the duty towards his own parents, can deprive his wife from practicing, some rights towards her parents. You cannot find that man who has murua. Murua is the best effort to stretch the hand of mercy to anyone. So what if those ones were the parents of your wife? You cannot find a good husband to stop his wife from stretching the hand of mercy to her parents. You cannot find that one. Unless he has no mercy in his heart, or unless he doesn't care about his own parents. So why you ask him to worry about others' parents, starting with his wife's parents? Balance is needed. Allah says in the Quran, يقول المولى عز وجل في القرآن وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أنت من الأمة الوسطة إن كنت تؤمن بأن خير الأمة الوسط منها، فوجب عليك أن تكون وسطا تحقق احتياجاتك بالقدر الكافي، ليس بالقدر الشافي، ثم تعطي لامرأتك حتى يزداد الحب بينك وبينها بعض الحق، لتعطي بعض رعاية لوالديها. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إذا رأيت أن أبوها كبير ولا راعي له، ورأيت أن أمها كبيرة ولا راعي لها، كيف تريد منها أن تحرمها من رعاية أحدهما ولو بعض الوقت؟
بتناول مع إخوتها أو على الأقل بتناول بينها وبينك وبين أسرتها. راعي ذلك يا عبد الله، اشعر به، فتكون من الأمة الوسطى، تكون من الأمة المرحومة، تكون ممن كان في قلوبهم رحمة وشفقة تجاه الأغراب. فكيف بصلة النفس وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعل منه نسبا وصهرا وكان ربك بصيرا. He Almighty Allah is the one who created from the water a human being and create from that unique human being which is Adam. He created out of him huge number of people, and he made those to form a kinship and relationship. I want you to understand that you are part of the middle of the Islamic nation. I don't mean middle class. Economically, no, I mean middle of understanding of reflection of the deen in their life. Can you please move forward to give space to the brothers to have to sit down? Please, move forward. لو تكرمت يا أخي تقدم إلى الأمام، سد الفراج الذي أمامك لتتيح لأخيك في الخلف أن يجلس. The best of the nation is the one who is balanced. He is not extreme to the right. He is not extreme to the left. So if you are balanced and centralize yourself between the two sides of the issue, I hope you will be successful. I hope you will keep the kinship relation, and you will keep your family running towards your own goal. فأرجو من الإخوة الكرام ومن الأخوات الكرام أن يعرف كل منهم حق الزوج عليه وحق الوالدين، فلا تضيع حقوق الوالدين. أما إن كان يعيش معك وأنت ذكر أو أنت امرأة ومعك والديك، فمهما كانت الضغوط يقول المولى عز وجل and as if they were living with you, whether you were a daughter or a son, whether you were a man or a woman, but they live with you. You have a husband, you have a wife. Allah says in the Quran, يبلغن عندك، يعني معك تحت العيادة الكبر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله تعالى، if they under your responsibility, if you are the one who look after them, whether you were a male or female, Allah knows that you still have duties towards your wife, family, or husband and family. Allah knows. But now your destiny, your qadr, the decree of Allah, let them to live with you. Don't say the minimum bad word in them, which is oof. This is the minimum. He said, don't even let them hear the minimum bad word of talking or speech. And he said, do not insult them. Malak al-Shabbat. قوي أبوه تحت يده
وأمه تحت يده أو امرأة قوية ولها زوج وأسرة وتحت ومعها أمها ومعها أباها ومع ذلك أخطأ الأب أو أخطأت الأم يكون رد الفعل كذا. أنت جنيت راجل يقول له يا أبي أنت جنيت ما تتهد شوية ما تخرص بقى هذا من الإهانة والندب. أو تقول له يلا خش نام أو يلا مش من قدامك أو مش عايز أسمع كلامك هذا من النفل وأشد أنواع العنف مع الوالدين. هذا عنف أنت عليه مع الوالدين. فكيف تكون رحيما مع زوجتك التي لا تنتمي أصلا إلى رحمك بدرجة الأولى؟ كنت عنيفا بهذه الصورة مع والديك. وكيف تستطيع المرأة أن تستوعب أن هذا العنيف مع والديه قد يكون رحيما فيه إلا أنه لا يرغب في فراق الفراش معها ولكنه قد ضم برحمة والديه لأنه يرغب أن يتخلص منهما. كان أبوك يجري في أسوأ الظروف الجوية وفي أظرف وفي أسوأ ظروف العمل ويتحمل الإهانات ليأخذك إلى الطبيب ليأتي لك بلقمة تأكلها. وأمك كانت تضحي براحتها فهي بين طلبات الزوج وبين فراس الزوج وبين بكائك وبين قاذوراتك ليل نهار حتى بلغت 7 جنيه ومع ذلك أنت لا ترحمها ولا تترزق في أدبها أو قد تتطاول وتسبها. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ It is from insulting the parents to speak with them loud, to speak with them in an insulting way. If they under your responsibility and they live with you, why don't you go to sleep? I don't want to sit and talk with you any longer. I don't want to hear your mouth. Would you please shut up? You say that to your father or your mother because they cannot go anywhere else except your house. And you don't have mercy towards them even when they weep from the way you talk to them. You know why you do that? Because you listen to your wife. Because you don't want to leave your marriage bed with your wife. So you sacrifice your family. You want to get rid of those guys. You forgot that that father was collecting the money with emulation, with respect, under all the circumstances, under all the bad weather, to put food on the table for you. You forgot that. You don't remember. You forgot what this woman did to you. At least 7 years plus 9 months of pregnancy. You forgot. So you cannot even absorb their behavior because they are aged people. You think that they become crazy? They become unmatured? They return back to the child the whole time? While they are 80 or 85 or 90? You think that they become like that? So why don't you return the favor?
and try to treat them politely. The rights of the parents is, إن حقوق الوالدين عليك سواء معك أو ليس معك إن كانوا أحياء. ألا تصدق أباك وأمك بالقول. إذا أرادوا أن يتكلموا تتكلم أنت. تصدقهم بالقول. ألا تمشي أمام أباك أو أمك إلا أن تكون بغرض الدفاع عنهم من خطر يأتي من الأمام. وإلا وجب عليك أن تكون في الخلف تحمل رداءه تحمل نعليه تلقفه إذا سقط من فوق الدرج تعينه إن لم يستطع أن يرتقي الدرج فتدفعه بمسك تدخله سيارة تنزله من السيارة لا تناديه باسمه. Do not call your father with his bare name, with his direct name. For example, if his name is Amr, you tell him, oh dad. You cannot even tell him, oh Hajj. You don't say that. Don't speak ahead of him. Don't walk in front of him. Do not call him with his direct name. Do not go to sleep before you make sure they ate, they took the medicine, and they are secured in the bed and the cover. لا تذهب لتنام وتتركه وحده جلوس ولم تسأل هل أكلت يا أبي؟ هل أكلت يا أمي؟ هل تريد مني شيئا؟ هل تريد أن أضعك في الفراش؟ فإن وضعته فتأكد أنه في أمان وهو نائم مغطى بالسورة اللائقة. لا أن ينام على الأرض وأنت وزوجك فوق الفراش إلا أن تكون الحالة الصحية له تستوجب أن ينام على الأرض. ليس لأنك تكره أن يبول على سريرك فتقول له أنت ترى على الأرض من الآن فصاعدا أنا بلغت منك. Don't you think that you will be resurrected to a day nobody too oppressed even as the weight of an atom. Don't you realize that what you did to your parents will be returned to you in dunya and in dunya amas? أنا تعلم أن ما فعلت لأبيك وأمك سيرد عليك وإن تبت وإن تبت. أنا أعلم أناسا تابوا إلى الله عما قالوه لآبائهم وعما فعلوه بهم وأصلحوا معهم ولكن ما ماتوا حتى أراهم الله وأذاقهم ما أذاق الوالدين فأصابكم غما بغم ما أصبت الوالدين من غم حتى وإن تهت سيرد إليك لتزداد قربا من الله وتزداد استغفارا حتى تلقى الله وأنت منصح. Whatever you did to your parents, even if you repent, Allah will make you have a taste of it. Why? I repented to Allah because Allah is righteous. So he made you taste it. Have a taste of it. So you don't stop asking Allah forgiveness. And if on the day of resurrection, you will be resurrected while you became purified from all what you did.
against what you taste in the dunya. أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Oh my people, my respected Muslims, males and females, you have to know that the promise of Allah is the only fact in our life. So do not let the dunya to deceive you. Do not let the devil to deceive you. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا حي يا قيوم يا فضل الرجاء يا سميع. اللهم اقذف في قلوب المسلمين التوبة والإنابة والرجعة إليك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت راحة ونعيمة. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا لحبك. اللهم إن أردت في القوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مخزيين. اللهم ابعثنا آمنين مطمئنين. اللهم اشفي أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اهلك أعداءنا أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع كلمتك عالية. اللهم انصر دينك. اللهم انصر دينك. اللهم انصر دينك. اللهم انصر دينك يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء يا قابل الرجاء. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. الله اعلم بما تصنعون. واخر الصلاه.